طيب هنكمل النهارده ان شاء الله الدرس بتاعنا الاي بي فيرجن 6. لو انت كنت فاكر امبارح اتكلمنا بسرعه كده على اي بي فيرجن 6، الناس كانت متلخبطه في الاول خلاص. بص انسى خلص كل اللي قلناه امبارح، انسى خلص كل اللي قلناه امبارح ولا كأننا قلنا اي حاجه، وتعالى اقول لك الموضوع ثاني وحددتها من الاول. طبعا مش هشرح الاي بي فيرجن 6 من اول وجديد، انا هكلمك بس على ازاي اللينك لوكال ادرس بيتكون مره ثانيه خلاص. ازاي اللينك لوكال ادرس بيتكون خلاص. قبل ما اكلمك على موضوع اللينك لوكال، تعالى كده افكرك بحاجه بسرعه كده في الاي بي فيرجن 4. يعني لو انت فاكر معايا هنا كده، تعالى كده بسرعه كده نمسك القلم كده ونكتب. في الاي بي فيرجن 4 يا سيدي كان ايه اللي بيحصل عندنا؟ في الاي بي فيرجن 4 كان بكل بساطه لو انت المكنه بتاعتك كان بيتعمل لها كونفيجر الاي بي بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه يا اما تدي له ستاتيك اي بي، وده انت بتكتبه بايدك والشكل ده كان مانيوال، اعتقد ان الناس كلها عارفه حاجه زي كده. يا اما التاني كنت بتشتغل اوتو، وده كان بيجيب الاي بي بتاعك من الدي اتش سي بي. طيب لو انت ما اديتلوش مانيوال اي بي ولا اديته اي بي من دي اتش سي بي، يعني ما لقاش دي اتش سي بي سيرفر كمان، كان بيروح يعمل ايه؟ كان بياخد اي بي من حاجه اسمها الابيبا، وده دايما كان بيكون في الرينج كام؟ 169 254. اعتقد لحد دلوقتي مفيش اي كلمه جديده عليك صح؟ تمام. طيب كلام جميل. الابيبا ده كان، طب ده وعرفنا لازمته ايه، وده وعرفنا لازمته ايه. طب ده كان لازمته ايه؟ قال لك ده لازمته عشان لو في مجموعه ماشينز كده موجودين على نفس النتورك، على نفس اللاير 2 نتورك خلاص، او اللاير 2 دومين، موجودين على نفس السويتش بمعنى ادق خلاص، او متوصلين بمجموعه سويتشات مفيش بينهم راوتر، يقدروا يشوفوا بعض، يقدروا يتكلموا مع بعض خلاص كده تمام. طيب مفيش انترنال دي اتش سي بي يا ابني. يعني ايه انترنال دي اتش سي بي؟ المكنه كانت بتالوكيت لنفسها اي بي ادرس بس، مفيش اي دي اتش سي بي سيرفيس شغاله في حاله القريبه، مفيش اي دي اتش سي بي سيرفيس شغاله. طيب في حاجه بس عايز اقول لك عليها مع موضوع الابيبا ده، موضوع الابيبا ده على بقيه الاوبريتنج سيستمز. بالمناسبه هو مش موجود في ويندوز بس، ده موجود في بقيه الاوبريتنج سيستمز. في بقيه الاوبريتنج سيستمز مثلا زي لينكس ويونكس وسولاريس وبقيه الناس دي كلها، كنت هتلاقي اسمه كده زيرو كونف خلاص. فسواء لقيت اسمه الابيبا او لقيت اسمه زيرو كونف، ها ما تتخضش، هما الاثنين حاجه واحده. طيب كلام جميل. خلي بالك انا فكرتك دايما، خليك فاكر دايما ان الابيبا ده او كان الجهاز بتاعك بياخد اي بي كده مع نفسه عشان ايه؟ ها عشان يتكلم مع اي مكنه تانية موجوده معاها نفس السويتش من غير اي مشاكل. طيب هل في ايكويفالنت لده؟ هل في حاجه ايكويفالنت لدي مع الاي بي فيرجن 6؟ يعني لو عندك مكانتين كده وصلنا على نفس السويتش هنا اهو، ادي مكنه وادي مكنه تانية، هل مع الاي بي فيرجن 6 ممكن ده كده يدي لنفسه اي بي وده يدي لنفسه اي بي والاثنين يكلموا بعض من غير اي مشاكل زي ما كان بيحصل في الاي بي فيرجن 4؟ ها ده كده السيناريو ده واضح، مفيش اي راوتر ومفيش اي حاجه في النص، هما يدين نفسنا نفس واصلين على نفس السويتش. هل في حاجه زي دي ايكويفالنت في الاي بي فيرجن 6؟ ايوه، قال لك الايكويفالنت للاي بي فيرجن 6 اسمه اللينك لوكال خلاص. الايكويفالنت للابيبه حاجه اسمها اللينك لوكال. ايه موضوع اللينك لوكال ده؟ موضوع اللينك لوكال ده كل جهاز اول حاجه عندك من سواء بقى بالمناسبه مع الابيبه كان بيستخدم الطريقه دي او كان بيدي لنفسه اي بي لو ما عرفش ياخد اي بي خالص. في الاي بي فيرجن 6 بيدي لنفسه لينك لوكال سواء في دي اتش سي بي او ما فيش دي اتش سي بي، سواء اديته اي بي ستاتيك او ما اديتوش اي بي ستاتيك خلاص كده. يبقى في الاي بي فيرجن 6 دايما دايما كل مكنه هتكريت لنفسها لينك لوكال اي بي بغض النظر هل هي معاها اي بي من دي اتش سي بي ولا لا،
او انت مديها اي بي ستاتيك ولا لا، مش فارق معاها، هي كده كده هيكون عندها بشكل مانداتوري ها اللينك لوكال اي بي ده. خلاص كده لحد دلوقتي في مشكله؟ يبقى الفرق بين الابيبه واللينك لوكال ان الابيبه كان بس المكنه بتاعتك بتاخده لو ما لقتش اي بي، انما اللينك لوكال دايما المكنه بتاعتك بتكاريره لنفسها من غير ما تقرب لها خالص، وده مانداتوري 100% اساسي مفيش كلام. طيب كلام جميل. اللينك لوكال ده هيكون يونيك ولا لا؟ قلت لك قبل كده ان اي مكان على الشبكه طالما معاها اي بي لازم يكون يونيك، معنى كده اللينك لوكال ده بما انه اي بي ادرس برضه فلازم يكون يونيك. طب هيكاريت الاي بي ده يونيك ازاي؟ قال لك بص، انت اصلا عندك الماك ادرس بتاع المكنه ده يونيك صح، مش كل انترفيس كده واصل في المكنه ده، الانترفيس ده له ماك ادرس والانترفيس ده له ماك ادرس تاني. طب ليه انا ما اعتمدش على الماك ادريسز اللي موجوده عندك ديا ها وكريت منهم يونيك لينك لوكال مستخدما الماك ادرس؟ قال لك طيب وريني يا سيدي هتعمل ايه، تعال اوريك اهو، اوريك. بص يا سيدي، عندك ماك ادرس بالمنظر ده، عندك ماك ادرس بالمنظر ده 0011 22 AA BB CC 1 2 3 4 5 6 مظبوط كده. بالمناسبة أنا قلت لك إن الماك أدرس عبارة عن كم بت؟ 48 بت. خلاص كده الماك أدرس عبارة عن 48 بت، تمام؟ طيب كلام جميل. بص لي كده الاول، قال لك قبل ما هقول لك على اللينك لوكال وقبل ما اقول لك على اي حاجه خالص، قبل ما اقول لك على اللينك لوكال، انسى اللينك لوكال دلوقتي كده لمده دقيقتين اتنين. قال لك لما تيجي تتعامل مع الاي بي فيرجن 6 هكلمك دايما على مصطلح اسمه الاي يو اي. الاي يو اي ده اختصار لايه؟ اكستندد يونيك ايدنتيفاير. طب ده لازمته ايه يعني؟ قال لك هتستخدمه لما تحب ها تكريت يونيك ايدنتيفاير لكل ماك ادرس عندك على الشبكه. ده ماك ادرس بتاع كارت، طب عايز تخلي الكارت ده او عايز تكريت يونيك ايدنتيفاير للكارت ده، هتقوم بالعمليه دي. ايه العمليه دي؟ قال لك اقسم لي الماك لجزئين وحط لي في النص بينهم ها اف 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 اي. وصلت؟ ها واضحة؟ بس كده خلاص؟ طيب ليه الحكاية دي؟ ليه هو عايز يعمل كده؟ لان ده كام بت؟ بص كده كويس معايا، 48 بت. طب انا عايز اعمل الكلام ده ليه؟ عشان اوصل الماك ادرس ال 48 بت اخليه كام بت؟ 64 بت. هو ده كل اللي يهمني، ان انا احول من 48 بت يبقى 64 بت. من الاخر تبقى حاجه مضاعفات الاثنين، تمام كده. اما لسه ما اتكلمتش على اللينك لوكال، اما لسه بكلمك على الاي يو اي 64، اما لسه بكلمك على الاي يو اي 64 او الاكستندد يونيك ايدنتيفاير. خلاص كده. طيب تعالى كده نحط الاف اف اف اي في النص كده اهو. قال لك لما تيجي تستخدمه حط كل اربع بتات مع بعض اهو اهو يا سيدي. بص كده هتبقى بي بي سي سي اهو، اول اتنين اول خانتين، بعد كده ادي خانه وادي الخانه الثانيه، يبقى الخانه دي هتبقى ايه؟ اف اي اي اي. الخانه اللي بعدها اهو واهو، تبقى اتنين اتنين اف اف. طيب اللي بعدها اهي هتبقى كام؟ 0011. بس كده؟ اه والله العظيم بس اهو. يبقى ده بقى مين يا عم؟ ده بقى شكل الاكستندد يونيك ايدنتيفاير. بالمناسبه برضو لو لقيت اسمه اي يو اي او اي يو اي 64 ما تتخضش، هما الاثنين مصطلح لحاجه واحده. ليه بقى بيسموه اي يو اي او اي يو اي 64؟ لانه بكام بت؟ ها 64 بت. لحد دلوقتي حد عنده اي مشكله؟
لحد دلوقتي حد عنده اي مشكلة؟ ها الحمد لله زي الفل. تعالى بقى نقلب بقى وايه ونتكلم على اللينك لوكال. قال لك لما تيجي تكريت اللينك لوكال هتستخدم الاي يو اي 64 عشان تكريت مين يا عم؟ اللينك لوكال. حلو قوي. طيب عشان تكريت اللينك لوكال من الاي يو 64 هتعمل خطوتين اتنين بس، في خطوتين اتنين ناقصين لك. الخطوه الاولانيه حط لي في الاول كده اف اي 80، وبعدها خلي بالك دول كام بت؟ ها دول كام بت؟ دول 64 بت صح؟ طيب الاي بي فيرجن 6 كام بت؟ مش قلنا الاي بي فيرجن 6 128 بت صح؟ معنى كده هتحط الاف اي 80 دول كام بت؟ ها دول 16. يبقى انت ناقص لك كام واحده كمان هنا؟ يبقى انت ناقص لك هنا في النص حاجه صح؟ قال لك اللي ناقص في النص املاه بصفار، وقلت لك لما بتحط اصفار في النص كنت بتحط بتعوض عنهم بايه؟ ها باتنين كولون ورا بعض فاكر؟ وقال لك نزل ده زي ما هو اهو 0 0 1 1 2 2 اف اف بعد كده اف اي 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 بي بي سي سي. دي الخطوه الاولانيه. حد عنده اي مشكله لحد الخطوه دي؟ ها حلو قوي، كلام جميل، الله يفتح عليكم، ممتاز جدا. قال لك بص بقى كده، قال لك بص عندي امسك لي، تعالى هنا كده امسك لي اخر اتنين بت كانوا في الماك اللي هم مين يا عم؟ اللي هم الصفرين دول، شايفهم؟ اخر اتنين بت كانوا في الماك ادرس بتاعك، شايف اخر اتنين بت دول اهم؟ تمام امسكهم يا عم، حطهم على جنب، مسكناهم اهو الصفر. اخر اتنين بت في الماك كانوا صفرين، قال لك حولهم، لو حولتهم لباينري هما دلوقتي ايه؟ هما دلوقتي هيكساديسمال صح؟ حولهم لباينري اهو، حول لباينري، مش دول هيكساديسمال، يبقى كل صفر فيهم هينزل باربعة اصفار صح؟ وادي التاني هينزل لي باربعة اصفار تانيين، كلهم كده كام صفر؟ ها كلهم على بعض كام صفر؟ 8 اصفار صح؟ قال لك تعالى على البيت السبعة اللي هي دي، ادا 1 2 3 4 5 6 7، تعالى على البيت السبعة، ادي البيت السبعة، قال لك اعكسها، لو بصفر خليها بواحد، ولو بواحد خليها بصفر، في مشكلة كده؟ طيب في حالتي هنا كانت البيت السبعة دي بكام؟ بصفر صح؟ اقلبها خليها بواحد، وارجع حولها مرة تانية هيكسا ديسمال زي ما كانت، ارجع حولها هيكسا ديسمال زي ما كانت اهو كده، هيبقى الماك بتاعي او اسف اللينك لوكال اي دي بتاعي هيبقى كام؟ اف اي 80 بعد كده اتنين كولون ورا بعض الصفر صفر، دي الصفر اهو هيطلع زي ما هو. طب اللي بعده هيبقى كام؟ دي بقت بواحد، بواحد دي تبقى ده البت التانية بواحد معناها باتنين اهو، واحد واحد زي ما هو نزل، اتنين اتنين اف 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 اي 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 بي بي سي سي. ادي كل الحدوتة يا ريس، خلص اللينك لوكال. صعبة؟ ها صعبة؟ حد عنده اي مشكلة؟ لا اله الا الله. طيب تعال ناخد مثال كمان، ها ناخد مثال كمان اهو يا سيدي، تعال نحط ماك ادرس غلط زيك، وليكن مثلا اديني اي ماك، اي ماك يعجبك، ها اديني انت اي ماك يا عم، اي ماك، واديني ماك غلس كمان. يلا ده ماك غلس، حلو قوي. A0 اهو معانا واحد اهو، حلو الحمد لله. A0
أربعة تمانية واحد سي واحد بي بي سي تمانية سبعة. ممتاز جدا. تعال نحول ده كده لللينك لوكال. حلو قوي. قال لك اول خطوة اقسم لي ده لاتنين وحط لي في النص اف 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 اي. الاف اي هتروح مع دي والاف اف هتروح مع دي. حلو جدا. تعالى كده يبقى هيبقى شكله عامل ازاي. هتبقى الاربعة دول مع بعض والاربعة دول مع بعض ودول اتنين واتنين اربعة واتنين واتنين اربعة اهو. يبقى هيبقى شكله بي سي تمانية سبعة. بعد كده اف اي واحد بي. بعد كده واحد سي اف اف اهو. بعد كده ايه زيرو ها اربعة تمانية. ده كده عبارة عن ايه؟ عامل اي يو اي اربعة وستين. ده كده عبارة عن الاي يو اي 64. طيب عايز احول ده لللينك لوكال. قال لك عشان تحوله لللينك لوكال ها الاول حط لي في الاول هنا كده اف اي 80. اف اي 80 في الاول وبعده مجموعة اصفار. طيب نزل لي ده زي ما هو اي 0 4 8 1 سي اف 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 اي واحد بي بي سي تمانية سبعة. الحمد لله. قال لك امسك لي اخر اتنين بت كانوا في الماك. مسكنا اخر اتنين بت كانوا في الماك اللي هما مين يا عم؟ اي زيرو. اي زيرو دول حولها كده من هيكسا ديسمال لباينري. الاي الاي ده عبارة عن كام؟ ها الاي ده عبارة عن كام؟ الاي عبارة عن عشرة صح؟ اللي هو كام؟ واحد زيرو واحد زيرو. طيب الصفر واحد اتنين تلاتة اربعة. اربعة اصفار. الصفر هينزل بصفر زي ما هو خلاص بس اتحول من هيكسا ديسمال لباينري. طيب كلام جميل. بص كده قال لك تعالى على البيت رقم سبعة اللي هي دي. لو بصفر خليها بواحد ولو بواحد اقلبها بصفر. يبقى كده هيبقى كام؟ ها القيمة دي عبارة عن كام؟ ايه. طب القيمة دي عبارة عن كام؟ اتنين. يبقى الاي يو اي اسف اللينك لوكال اي بي بتاعك هيبقى كام؟ ايه كام؟ اتنين. وصلت؟ ها وضحت ولا لا؟ يبقى اللعبة كلها ان انت بتمسك اخر اتنين بت في الماك حولهم لباينري واقلب البيت السبعة. لو بصفر خليها واحد لو بواحد خليها صفر بس خلاص انتهت. وحط لي في الاول اف اي 80 وحط لي في النص اف 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 اي. طب كل ده ليه اساسا؟ كل ده ليه؟ بص كل ده عشان حاجة واحدة بس. ان الماك ادرس بتاعك 48 بت والاي بي فيرجن 6 عبارة عن كم؟ ها 128 بت. فانا جيت كده مليت الفراغات اللي في الاول وحطيت له كمان في النص كده اي حاجه بحيث ان هو يفضل يونيك. طبعا هي مش اي حاجه بمعنى اي حاجه، لا يعني هي مش اي حاجه بمعنى اي حاجه بس اعتبرها اي حاجه بحيث انه يفضل ايه؟ يفضل يونيك. خلاص هيفضل عندك جزء هنا وجزء هنا دايما دايما مربوطين بالايه؟ بالكارت بتاعك. الجزء ده والجزء ده اللي هم اول 24 بت في الاول و24 بت في الاخر او ال23 بت اللي في الاخر بلاش 24 25 و23 تحديدا ها هيفضلوا ثابتين. ده معناه ان هيفضل عندك اللينك لوكال ده عمره ما هيتكرر في نفس الشبكه مهما حصل. عمره ما هيتكرر خالص اطلاقا. انسى الحكايه دي. ها وضحت الحكايه دي؟ حد عنده اي مشكلة؟ حلو قوي. طيب حاجة بس اخيرة لازم اقولك عليها ان اللينك لوكال ده اللينك لوكال ده بيتكريت من غير اي مشاكل
اللينك لوكال ده بيتكريت من غير اي مشاكل عند الناس بتاع سيسكو وعند الناس بتاع اللينكس زي السكينة في الحلاوة. امال هو في حاجة تانية بتكريت؟ ويندوز مش ماشية مع الستاندرد، ويندوز اوبريتنج سيستمز بتكريت راندوم لينك لوكال ادرس. يعني لو عندك مكنة ويندوز انسى ان القواعد دي تتطبق عليها. خلاص كده؟ لو عندك مكنة ويندوز انسى ان القواعد دي تتطبق عليها. خلاص؟ لو عندك مكنة لينكس او عندك سيسكو او جونيبر او اي حاجة الكلام ده هيمشي معاها. خلاص؟ معرفش، انا مش عارف والله. انت عندك في دورة كامل شغال عليها؟ في دورة كامل شغال عليها؟ معرفش دورة بقت بتهيز زي ويندوز ولا لا، او زي بتمشي مع غير الستاندرد زي ويندوز ولا لا. بس لو فتحت اي مكنة لينكس موجودة النهاردة، بس اعتقد لا، يعني اعتقد لا، الكلام ده صعب جدا. طب انا عندي مكنة على امازون اهي يا عم، انا عندي مكنة على امازون اهي فتحها. لو جيت فتحت هنا كده انا عندي مكنة على امازون اهي. تعالى كده شوف اي اف كونفيج بتاعها. فين يا سيدي؟ فين فين فين؟ اهو يا عم. اهو يا عم. عندي فيرتشوال ماشين هوستد على امازون يا عم والله. عندي فيرتشوال ماشين هوستد على امازون، امازون اي سي 2. مش عارف امازون؟ عندي مكنة في الكلاود بكل بساطة. عندي سيرفر في الكلاود وبرن عليه حاجة اسمها الدوكر اهو. وحط عليه ويب سيرفر وحط عليه ماي سيكوال وشغلانة موجودة عليه. اهو الرننج كمان اهو. خلاص؟ ما علينا بغض النظر عن ده يعني. لا مش تبع الشغل، انا بجرب عليه بس حاجات، كان مشروع حد عايزه يعني فبعمله له بسرعه كده على السريع. المهم نرجع لموضوعنا. بص كده، تعال امسك اي ادرس فيهم اهو. بص كده انا عندي كارت اهو، ده الماك ادرس بتاعه. بص كده الاي بي فيرجن 6 لينك لوكال ايه اللي حصل له اهو. اهو والله شغال مظبوط اهو، حتى عند امازون يعني. بالمناسبه ده اوبونتو 14.4. طيب هتعذبني ليه يا عم؟ تعالى يا عم اروح على مكنه جديده ولا حاجه. اهو يا عم شغال زي الحلاوة اهو. اهو شغال زي الحلاوة حتى على الدوكر نفسه. يعني مش هقولك على فيرتشوال ماشين، ده على الدوكر نفسه كمان، على الكونتينرز نفسها. خلاص ماشي. ممكن يكون الديفلوبرز بتوع في دورة هيسوا ومعرفش. الدوكر ده حاجه كده عامله زي الفيرتشوال ماشينز، بس هي مش فيرتشوال ماشينز قوي يعني. خلاص طيب ما علينا. المهم نرجع لموضوعنا. ما لو قعدت اشرح لك فيها نص ساعه عايز لها ساعتين عشان افهمها لك. طيب ما علينا. المهم نرجع تاني لموضوعنا بقى. حاجه بس عايز اقول لك عليها كمان. فاكر لما كنت بقول لك ان مفيش برودكاست في الاي بي فيرجن 6؟ ها فاكر لما كنت بقول لك ان مفيش برودكاست في الاي بي فيرجن 6؟
وان الاي بي فيرجن 6 بيستخدم المالتي كاست بشكل كبير جدا. من اهم مميزاته اصلا ان مفيش برودكاست. خلاص كده. طيب طب ثانيه واحده بس. طب انا استخدم المالتي كاست في الاي بي فيرجن 4، انت قلت لي من يومين كده ولا امبارح تقريبا ان المالتي كاست في الاي بي فيرجن 4 كان بيبدا بكام؟ من 224.0.0.0 لحد 239.255.255.255. خلاص كده؟ مش ده اللي انا قلته؟ ها ده المالتي كاست. وقعد بنحكي على موضوع الاي بي تي في وان بيكون في ستريم واحد والستريم ده اكتر من يوزر بياخده، والراوتر بيبعت نسخه لكل راوتر جنبه بدل ما ببعت نسخه لكل كلاينت ببعت نسخه واحده، وبعد كده السويتش بيفورورد النسخ دي للكلاينتس اللي بيطلبهم. فاكر لما قعدنا نتكلم عن الكلام ده؟ طيب حلو قوي. مع الاي بي فيرجن 6 بقى عمل صبنه كامله لمين يا عم؟ للمالتي كاست. فاكر ده كان بيستخدم رينج كامل كلاس كامله. طب مع الاي بي فيرجن 6 استخدم ايه؟ مع الاي بي فيرجن 6 استخدم ده اف اف 00 عندك، استخدم اف اف 00. اي حاجه بتبدا باف اف 00 ها اعرف ان دي كده راح لمين يا عم؟ للمالتي كاست. تمام كده؟ تمام. طيب عايز اقول لك بقى كمان ان المالتي كاست، المالتي كاست لو حد فيكم اشتغل مثلا اي اي جي ار بي، لو حد فيكم اشتغل سيسكو مثلا اي اي جي ار بي واو اس بي اف ومين كمان يا سيدي اللهم صل على النبي ورب، خلاص كده كان بيلاقي ان البروتوكولات دي، البروتوكولات دي لا، البي جي بي شغال يونيكاست، البي جي بي شغال تي سي بي وليس مالتي كاست، البي جي بي ما بيشتغلش مالتي كاست. طبعا الكلام ده استثناء في حاله ان انت شغال ام بي جي بي او مالتي كاست بي جي بي. في اتنين بي جي بي، خلي بالك في بي جي بي العادي وفي ام بي جي بي، ما تخلطش بينهم. انا بكلمك على البي جي بي العادي شغال يونيكاست، حتى البي جي بي التاني شغال يونيكاست برضه، او الام بي جي بي برضه شغال يونيكاست. المهم ما علينا. يعني كنت هتلاقي ال جي ار بي مثلا الاو اس بي اف والرب كانوا بيستخدموا كده مجموعه اي بي هات عشان الراوترات تكلم بعض. يعني لو عندك كده مثلا عندك سويتش اهو، السويتش ده وصل بيه راوتر هنا وفي راوتر هنا كمان وفي راوتر هنا كمان، الراوترات دي عايزين يعرفوا بعض ان هم موجودين، كل راوتر عايز يعرف التاني ان هو موجود. فما كانش بيبعت له هو لوحده، ده كان بيبعت ها على حاجه اسمها مالتي كاست ادرس. طب مين اللي كان هيرد عليه؟ الراوتر اللي بيلسن على المالتي كاست ادرس ده. وامثله على كده مثلا لو انت بترن او اس بي اف او اي اي جي ار بي او اي حاجه من البروتوكولات دي كانت بتستخدم سبيشال ادرسز مثلا زي 224.005 و224.009 عندك و224.0010. الراوتر ده عايز يعرف الناس دول ان هو موجود، ها كان بيبعت على مالتي كاست ادرس ده او ده او ده. طب بستخدم اي واحد فيهم على حسب بقى انت بترن او اس بي اف ولا اي جي ار بي ولا رب ولا بترن اي بروتوكول بالظبط. طب لو عندك بي سي هنا، لو عندك كمبيوتر هنا، الكمبيوتر ده كان هيرد على الراوتر؟ لا، لان الكمبيوتر اصلا باي ديفولت مش بيلسن على مالتي كاست ادرس، ده اللي بيلسن الراوتر اللي بيرن البروتوكول ده. خلاص كده ماشي كده. طب كلام جميل. كان في عندك بقى سبيشال ادريسز موجوده في المالتي كاست ده، زي مثلا كان في فيري سبيشال اي بي ادريس كان اسمه 224.0.0.1. 224.0.0.1 ده لو بعت عليه، يعني لو انت بعت باكت الديستنيشن بتاعها الاي بي ده، اي جهاز واصل معاك هنا هيرد عليك،
سواء راوتر سواء بي سي، ان شاء الله يكون جهاز اسمه زعبولة حتى هيرد عليك. خلاص كده تمام. حاطط بقى سيرفر، حاطط سويتش، اي حاجة هتحطها عندك. وبعت انت، ها بعت باكت للادرس ده، كل الناس اللي موجودة هترد عليك. طيب هل في بالمناسبة انت ممكن تشوف ان ده شبه مين؟ هتقولي طب ما ده يا عم يعتبر برودكاست، صح؟ ده يعتبر برودكاست، مش لما تقول له ابعت لكل الناس كأنك عملت برودكاست، صح؟ ايوه عندك حق، انا عارف ان انت عندك حق في حتة زي دي، بس خلي بالك ده هيفيدك بإيه؟ هيفيدك لما تحب تعمل نتورك ديسكفري، ده هيفيدك لما تحب تعمل نتورك ديسكفري. يعني ايه نتورك ديسكفري؟ يعني عندك شبكة هنا وعايز تعرف مين الناس اللي موجودة معاك على الشبكة دي. خلاص كده؟ طيب هل في ايكويفالنت لده في الاي بي فيرجن 6؟ هل في حاجة شبيهة بده في الاي بي فيرجن 6؟ ايوه، قال لك في عندك اي بي ادرس خاص جدا، اي بي فيرجن 6 ادرس خاص جدا اسمه، ها اسمه ايه يا عم؟ اسمه اف اف 02 وبعد كله صفار وفي الاخر خالص واحد. ده مماثل لمين يا عم؟ 224.001. اهو راح فين اللي احنا كنا كتبناه؟ مش فاكر. اهو 224.001، الاتنين دول كده متطابقين، ده في الاي بي فيرجن 4 وده في الاي بي فيرجن 6. معنى كده ان لو عندك شبكه كامله مليانه اجهزه اي بي فيرجن 6 ممكن تعمل نتورك ديسكفري وتشوف مين الاجهزه اللي موجوده. ها ممكن تعمل نتورك ديسكفري وتشوف الاجهزه اللي موجوده؟ ايوه. عن طريق ايه؟ ابعت باكت لمين يا عم؟ للادرس ده، ابعت باكت ل اف اف 02 نقطتين واحد. اول ما هتبعت للادرس ده كل الهوستس هترد عليك. ها وضحت الحته دي؟ وضحت؟ طيب كلام جميل. ها لحد دلوقتي حد عنده مشكله؟ طيب اخر حاجه بقى، اخر حاجه عشان نخلص بقى، اخر حاجه في الاي بي فيرجن 4 بقى يا سيدي، كان في عندك نوعين من الاي بي ادريسز موجودين. النوع الاول البابليك اي بي رينج والبرايفت اي بي. البرايفت اي بي كان اللي هم السبنتس مين؟ 10.0.0.8 ومين كمان؟ و172.16. ها 172.172.16 حتى، والله ما انا فاكر اساسا وانا بحاول احفظهم. والتالتة 192.168، لا 12 168 كام؟ 16. خلاص كده اهو. تعالى كده برايفت اي بي رينجز اهي، ده بالنسبة لـ IP version 4. حط لك الـ IP version 6 على طول اهو، 172.16 سلاش كام؟ ها 172.16 سلاش 12 مش سلاش 14، و192.168 سلاش 16 مش سلاش 24. خلاص
معلم بطل تقول اي كلام، ها اي كلام انت بتقوله، خلاص خليك فاكر دايما الرنجات دي. طيب حلو جدا. التلات رنجات دول كان لازمتهم ايه في الحياة؟ كل لازمتهم لو عندك كده شبكة داخلية، لو عندك شبكة داخلية مثلا فرضا ده الانترنت، والانترنت بتاعك ده انت موصله براوتر بتاعك بتاع الشركة ولا بتاع البيت، وعندك هنا ده واصل على سويتش، وعندك بقية الشبكة بقى السويتش ده رايح لسويتش تاني، ومن هنا عندك شوية أجهزة وشوية أجهزة وشوية أجهزة. فقلت لك بما ان الاي بي فيرجن 4 كان عبارة عن 4 مليار اي بي، فما كانش ايه اللي يحصل، ما كانش ينفع، ها ما كانش ينفع ايه، ان كل الاجهزه دي كل جهاز في الدنيا عندك يكون معاه بابليك اي بي. هنجيب اصلا 4 مليار اي بي هيكفوا مين ولا مين يا عم؟ هيكفوا مين ولا مين؟ مش هيكفوا. قال لك خلاص انا هديك رنجات حاجه اسمها البرايفت ادرس سبيس. البرايفت ادرس سبيس دي هسمح ان هي تكون مقرره في اي شركه، يعني لو عندي ده الانترنت وعندي شركه هنا تانيه، خلاص تعال نكتب ده كده باللون الاحمر اهو، عندي شركه تانية اهي، الشركه التانية دي عندها برضو سويتش، والسويتش ده وصل عليه شويه اجهزه هنا، قال لك انا ممكن استخدم الرينج ده 10.x.x.x وهنا 10.x.x.x. لا 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 استنى، امال دول هيشتغلوا ازاي؟ قال لك بقى ثانيه واحده، ده لما يجي الكلاينتس اللي موجودين هنا يتكلموا مع بعض جوه هيستخدموا الاي بي ده او هيستخدموا الرينج ده كامل. طب لما يجوا يتكلموا مع بره، قال لك بس الاي بي ادرس ده بس هو اللي هيكون بابليك. طب لما يجي يتكلم مع بره، قال لك انا هعمل حاجه اسمها ناتنج، هعمل حاجه اسمها ناتنج، هشيل السورس بتاعهم اللي هو 10 واحط انهي اي بي، ها الاي بي بتاع الانترفيس اللي بره بتاع الراوتر ده. طب ودول برضو؟ قال لك طول ما هم جوه خليهم يتكلموا برينج بتاعهم اللي هو 10، ما فيش اي مشاكل. طب لو جم يطلعوا بره، قال لك بس هحول السورس بتاعهم من 10 وهخليه البابليك اي بي ده، خلاص كده. طب ده فرضا ان البابليك اي بي ده مثلا كان 105.156.12.3.1 وده 17.9.3.7، هل ينفع ده يكلم ده؟ اه ينفع، ما هو مفيش اي دوبليكيتس موجودة دلوقتي، معنى كده الدوبليكيتس هتكون مستخبية جوه، بس من بره ايه اللي هيحصل؟ ها كلهم هيحصل لهم ترجمة لمين؟ او هيتغير الاي بي ادرس الداخلي يتحط مين يا عم؟ بتاع الراوتر الخارجي اللي بره ده. طب ده كل هدفه ايه؟ ان انا احافظ على البابليك اي بي ادريسز دي، لان قلت لك البابليك رينج محدود، فقال لك خلاص اديني برايفت سبيس هنا، البرايفت سبيس دي ها كل هدفها في الحقيقه ايه؟ ان هي تكون مستخدمه في اي مكان يعجبك، بس لما تيجي تطلع تتصل بعامل خارجي هتاخد انهي اي بي، او انهي اي بي هتستخدمه، ها انهي اي بي هتستخدمه الخارجي ده. اقول لك على حاجه كوميديه، تعال اديك مثال عندي، بص كده انا عندي امازون فيرتشوال ماشين موجوده هنا اهي، بص لو جيت عملت كده اي اف كونفج، بص الاي بي بتاعي كام، بص الاي بي بتاعي ايه يا عم، ده 172، ده انت لسه بتقول لي 172 ده برايفت اي ادرس سبيس صح، لسه عمال تقول لي ها ده برايفت ادرس سبيس. طب بص لي كده، ده اسم المكان اهون اهو، طيب هيفضل الاسم ده انترنال. طيب حلو جدا، تعالى يا عم عندنا هنا،
بص بص كده حاجة، أنا هوقف البنج خلاص مش عايز حاجة أكتر من كده. بص لما حاولت أعمل بنج على المكنة دي إيه اللي حصل؟ بص رماني فين؟ ها؟ خدت بالك رماني فين؟ رماني على 52. لا لا لا، يعني أنت بتقول لي إن دي كانت لوكال واخدة أي بي 172 مستخبي، بس من بره كانت واخدة أي بي تاني خالص؟ أيوه. طب الأي بي ده بتاع إيه بالظبط؟ الأي بي ده الأي بي ده جه منين؟ الاي بي ده بتاع الانترفيس بتاع الراوتر اللي وصل عند امازون. الاي بي ده بتاع الراوتر، ها، اللي وصل عند امازون. طيب لو انا جيت اكونكت عليه هيديني كونكشن؟ ها اهو اداني كونكشن وشغال زي الفل اهو، قدرت اعمل لوجن وشغال. يبقى خدت بالك ايه اللي حصل؟ يبقى داخليا كنت بتستخدم اي بي، ها، اعتبره كده زي اي بي بيتكرر في اي شبكه، ممكن يتكرر في اي شبكه تانية، يتكرر عند واحد صاحبك، عند الشركه بتاعتك، عند شركه تانية ثالثه رابعه 100 مليون، مفيش مشاكل. كل الهدف منه كان ان هو يحافظ على البابليك اي بي ادريسز اللي هي اصلا ليميتد جدا، اللي هي ليميتد جدا. طيب كلام جميل، حلو جدا. طيب تفتكر مع الاي بي فيرجن 6 احنا محتاجين لحاجه ايكويفالنت؟ ها، مع الاي بي فيرجن 6 احنا محتاجين لحاجه ايكويفالنت؟ بكل بساطه اقول لك لا. طب احنا مش محتاجين حاجه ايكويفالنت ليه؟ لان مع الاي بي فيرجن 6 انت عندك 128 بت. فاكر امبارح لما جينا نبص كده على الحاسبه 128 بت معناها كام اي بي؟ فاكر الرقم الفشيخ اللي احنا جبناه امبارح وكان في اكسبوننشال مش عارف ايه 37؟ فاكر الرقم ده؟ ده بيقول لك يعني عايزين كل واحد له كده مثلا ياخده بتاع، لو كل واحد خد له 1000 اي بي ولا حاجه مش هنخلصهم الا كمان 500 سنه يعني ولا حاجه، ولا 1000 سنه بالمنظر ده يعني، تخيل. فاحنا عندنا اي بي ادرس كتيره جدا، احنا اصلا مش محتاجين، الحمد لله الدنيا معانا تمام. قال لك طب افرض بقى، افرض فرضا ان انا عندي شركه بالمنظر ده، الشركه دي عندها مجموعه اجهزه كتير جدا موجوده، انت قلت لي امبارح ان كل الاجهزه اللي موجوده هنا ما دام في راوتر في النص، كل الاجهزه اللي موجوده على مجموعه السويتشات اللي مع بعض دي كلهم هيكون عندهم لينك لوكال، صح؟ ودول هيكون عندهم لينك لوكال، وطالما في راوتر في النص، هل دول اللي في الجنب ده يقدروا يكلموا اللي في الجنب ده؟ لو في راوتر في النص لا، مستحيل. طالما في راوتر في النص فالراوتر اللي في النص مش هيخلي الترافيك بتاع الشبكة دي يعدي للترافيك بتاع الشبكة دي، خلاص كده. في نفس الوقت انت عندك الانترنت واصل هنا، دي كده اعتبر ان دي كده انترنت. الشركة دي قالت لك بقى ثانية واحدة عندك، استنى، ده انا لو خدت بابليك اي بي ادريسز دي هتبقى كارثه بالنسبه لي، انا عايز برايفت اي بي ادريسز، لان البرايفت اي بي ادريسز ها مش هتبقى راوتابل على الانترنت. طيب في نفس الوقت انا عايز الشبكتين دول يكلموا بعض، هل عندك يا اي بي فيرجن 6 بديل؟ انا عايز شبكتين يكلموا بعض وفي النص بينهم راوتر. قال لك ايوه في عندي بديل، انا هديك حاجه جديده خالص اسمها السايت لوكال. السايت لوكال ده هيبدا دايما بحاجه اسمها اف دي 00، ومعاك رينج بقى ما شاء الله ربنا يديك الصحه عليه كده سلاش 8. ايه السايت لوكال ده؟ السايت لوكال ده هو الايكويفالنت بتاع البرايفت ادريس سبيس
اللي كانت موجودة في مين؟ في الـ IP version 4. طيب ايه مميزات السايت لوكال يا عم؟ او انا اخترعت السايت لوكال ده ليه؟ قال لك بس استنى، عندك ادي شركة عندها شوية سويتشات واصلة ببعض، وعندك شوية مستخدمين هنا. اللينك لوكال كان فيه عيب خطير جدا، لو في راوتر في النص موجود، الراوتر ده ها مش هيسمح ان الترافيك اللي جاي من الانترفيس ده يعدل الانترفيس ده. ده بالنسبة لللينك لوكال كان هيقوله لا استنى عندك. طب السايت لوكال، السايت لوكال لو عندك شوية راوترات كده وهنا شبكة تانية، هي في شوية اجهزة هنا كمان، السايت لوكال هيسمح ان الترافيك يعدي ما بين الانترفيس زي السكينة في الحلاوة من غير اي مشاكل. خلاص كده؟ طيب في مشكلة في السايت لوكال؟ ايوه، لو عندك ده واصل بالانترنت هنا، السايت لوكال مستحيل، او السايت لوكال بكل بساطة فين اهو، الجهاز بتاعي هنك كله ما شاء الله حاجة زي الفل. طيب نرجع بسرعة كده، السايت لوكال مستحيل هيعمل ايه؟ هيسمح ان الترافيك البرايفت اللي جوه في الرينج ده يكون اكسسبل، يطلع ويخرج للانترنت. طب لازمته ايه في الحياة؟ لازمته ان الاجهزة اللي جوه الشركة الواحدة تكلم بعض حتى لو في راوترات في النص. يبقى اللينك لوكال اي راوتر ما كانش بيسمح ان هو يعدي ما بين الانترفيسز بتاعته. يعني لو شركة واحدة والشركة دي في الدور، عندها دور ارضي ودور اول، والدور الارضي واصل مع الدور الاول عن طريق راوتر، ما كانوش هيعرفوا يكلموا بعض. انما مع السايت لوكال هيقدروا يكلموا بعض. بس هل الترافيك ده يقدر يطلع للانترنت؟ لا. طب اي ترافيك من الانترنت يقدر يجيله؟ لا برضو. وصلت؟ طيب تمام. طيب نرجع بقى نكمل، معلش الجو تو ميتنج هنك، فاضطريت انا اند الميتنج كلها وابدا من اول وجديد. التسجيل موجود ما حصلش اي حاجه. طيب اكمل. طيب بسرعه كده، الفرق بين اللينك لوكال مره تانية اهو، تعال كده نرسم مثال على اللينك لوكال. عندي شويه سويتشات اهي، كل سويتش واصل بيه شويه اجهزه، خلاص. اللينك لوكال بص كده، عندك راوتر اهو صح، كان كل راوتر واصل بسويتش صح. اللينك لوكال هيفصل الشبكه لتلات اجزاء، ادا جزء وادا جزء وادا جزء. مستحيل ان جاي اي جزء فيهم هيكلم التاني، مستحيل. الجزء ده مش هيعرف يكلم الجزء ده، مش هيعرف يكلم الجزء ده. ده اللينك لوكال، ده اللينك لوكال بكل بساطه. خلاص ماشي كده. ها في مشكله؟ يبقى اللينك لوكال كان فيه عيب خطير جدا، ان كل الاجهزه اللي موجوده على نفس السويتش، او كل الاجهزه اللي مش مفصوله براوتر في النص بينهم، يعني لو عندك سويتش هنا تاني وفي اجهزه، ده هيقدر يتكلم مع ده مفيش مشاكل. بس اول ما هيعدي على انترفيس بتاع راوتر مش هيعرف يتكلم مع اي حد تاني هنا. الانترفيس ده كده يجي هنا ويوقف ويقول لا استنى عندك، ده اللينك لوكال. لكن السايت لوكال بقى يا ريس، السايت لوكال عندك راوتر هنا هو في النص، وواصل بيه سويتش هنا، والسويتش واصل، او الراوتر واصل بيه سويتش تاني، وواصل بيه سويتش تالت،
وكل سويتش وصل بيه مجموعة أجهزة من غير أي مشاكل أهو. السايت لوكال بص في راوتر في النص فاصل بينهم اهو. طيب ده عايز يكلم ده مفيش اي مشاكل، طب ده عايز يكلم ده برضه مفيش اي مشاكل. معنى كده ان السايت لوكال هيسمح بالراوتنج ها ما بين الانترفيس بتاعته من غير اي مشاكل خالص. السايت لوكال هيسمح بالراوتنج ما بين راوتر او اكتر. مش كده بس، ده انت لو عندك راوتر تاني هنا ها والراوتر ده واصل بيه مجموعة أجهزة، هل يقدر ده يتكلم مع ده مثلا؟ اه مفيش أي مشاكل خالص، خليهم يتكلموا. الخازوق في ايه بقى؟ اننا اتفقنا ان اي حاجة في الدنيا لازم يكون معاها خازوق. الخازوق في ده ايه؟ ان لو ده واصل بالانترنت كده ها، هل ده يعرف يتكلم مع الانترنت؟ لا ما ينفعش يتكلم مع الانترنت اصلا. السبنت بتاع السايت لوكال، السبنت بتاع السايت لوكال قلنا اسمها كان ايه؟ السايت لوكال كانت كام يا سيدي؟ اف دي 00. السبنت دي اصلا مش راوتابل على الانترنت، الانترنت ما يعرفش عنها اي حاجه. طب ما هتقولي طب ما هي مش راوتابل على الانترنت، دي هتفيدني في ايه؟ اللينك لوكال والسايت لوكال الاتنين ما بيعرفوش يكلموا انترنت، الاتنين. طب ما فايدة السايت لوكال ايه؟ هقول لك السايت لوكال هيفيدك لو عندك شركة وعندك سيرفيسز مهمة جدا داخليا، يعني عندك سيرفر كده عليه بيانات وحسابات وشوية حاجات مهمة جدا عندك، خلاص؟ وعايزه يكون راوتابل في النتورك بتاع الشركة دي بس. يبقى بالنسبة لك ساعتها أحسن حاجة تعملها إيه؟ أحسن حاجة ساعتها استخدم السايت لوكال، مفيش أي مشكلة. هقول لك ما أنت ممكن تقول لي طب ما أنا ممكن أستخدم البابليك أي بي، صح؟ يعني أنا ممكن هاجي كده وأستخدم بابليك أي بي على السيرفر ده؟ هقول لك أه ممكن، بس لو استخدمت بابليك أي بي معناها إيه؟ ان الجهاز ده كده هيبقى متسابع ريانة على الانترنت. يعني لو انت مش مظبط الفاير وول وحد عمل اتاك على السيرفر ده، يلا بالشفا خدها في العضل يا معلم. لكن السايت لوكال بما انه اصلا مش راوتابل، فانت بتقلل احتمالية ان يحصل اتاك او السيرفر بتاعك ده يكون كومبرومايزد في يوم من الايام، لانه اصلا مش راوتابل للانترنت. خلاص كده؟ طبعا ده لا ينفي ان انت بقى عندك ultimate security لسبب واحد. تخيل ان السيرفر ده معاه public اي بي وده موجود جوه الشركه. طب ما انا يا عم لو اتكر مش لازم اتاك السيرفر ده، مش لازم اتاكه مباشره، هروح اتاك ده، وبما ان ده موجود في نفس الشركه هلانش الاتاك منه هو لده. فطبعا السكيورتي برضه لازم يتعمل حسابها، لكن على الاقل بتقلل المخاطر بتاعتها، بس لا اكتر ولا اقل، بتقلل المخاطر بتاعتها. ماشي؟ ها وضحت؟ يبقى دلوقتي اتكلمنا عن تلات اربع انواع من الاي بي ادريسز موجوده في الاي بي فيرجن 6. في عندنا اربع انواع من الاي بي اسف من الاي بي ادريسز في الاي بي فيرجن 6. النوع الاول اللينك لوكال، وقلت لك اللينك لوكال ها لو في راوتر ما بيقدرش يبعت الترافيك ما بين الراوتر انترفيسز، وفي عندي السايت لوكال، السايت لوكال بيبعت الترافيك ما بين الراوتر انترفيسز، بس الخازوق اللي فيه ايه؟ ها انه مش راوتابل على الانترنت، وقلت لك بتستخدمه في حاله ان عندك شركه وعندك سيرفيسز داخليه عايزه تكون افيلابل للشركه دي فقط، مش اكسسد من البابليك نتورك. طيب كلام جميل. وفي عندك البابليك انتر بابليك اي بي ادريسنج، وده المفروض هيكون الطبيعي جدا اللي انت تستخدمه. وعندك النوع الرابع اللي هو مين يا عم؟ المالتي كاست ادريسز. وقلت لك المالتي كاست ده يعني من اهم الحاجات اللي موجوده في اي بي فيرجن 6.
من اهم الفيتشرز اللي موجوده فيه. الحاجه اللي قلت لك عليها مش موجوده في الاي بي فيرجن 6 البرودكاست، وده اتلغى تماما بشكل كامل. طيب ممكن اقول ايه كمان يا سيدي، ممكن اقول ايه، ايه ممكن اضيفه؟ حاجة بس عايز اقول لك عليها، ان مع الاي بي فيرجن 4، مع الاي بي فيرجن 4 بص لي كده، انا عندي راوتر، الراوتر ده وصل بسويتش، والراوتر ده وصل الانترنت، خلاص كده في مشكلة؟ عندي جهاز وصل بيه وجهاز تاني وصل بيه، كنت عشان اخلي الجهاز ده ياخد اي بي عندي حل من اتنين، فاكر؟ يا اما اديله ستاتيك اي بي، يا اما اديله دي اتش سي بي. ها فاكر الحكاية دي؟ عشان السيرفر ده او المكنه دي او الورك ستيشن دي او اللابتوب ده بغض النظر بقى يقدر يتكلم مع الراوتر ويبدا يبعت الترافيك بتاعه لبره، صح؟ مع الاي بي فيرجن 6 انا مش محتاج يكون عندي دي اتش سي بي سيرفر واصل هنا عشان يدي اي بي ادريسز للمكان ده. نعم تاني كده، تاني، مع الاي بي فيرجن 6 انا مش محتاج الدي اتش سي بي سيرفر خالص. قال لا استنى عندك، يبقى هتحط لكل مكان الاي بي بتاعها ستاتيك؟ لا، ايه يا عم الجنان ده، انت عايز تفهمني ان مش لازم دي اتش سي بي سيرفر ومش لازم اي بي ستاتيك؟ ها ايوه، مش لازم ده ومش لازم ده، امال المكنه دي هتاخد اي بي ادرس منين؟ من الهوا يعني؟ طب ما انت قلت لي اللينك لوكال، المكنه بتاخد لنفسها لينك لوكال، صح؟ طب ما اللينك لوكال لو جه هنا اوتوماتيك هيحصل له ايه؟ هيتعمل له دروب. امال المكنه دي هتاخد اي دي منين؟ بتسحر المكنه دي مثلا؟ لا، المكنه دي او هتتم عمليه اسمها السلاك. ايه عمليه السلاك دي؟ ايه عمليه السلاك دي؟ عمليه السلاك دي عمليه بسيطه جدا. فاكر لما قلت لك ان في very special address اسمه FF021؟ فاكر لما قلت لك في عندك اي بي ادرس بالشكل ده؟ ها فاكر الاي بي ادرس ده؟ قلت لك لو بعت اي باكت للاي بي ادرس ده، ها كانك عملت برودكاست، كانك عملت برودكاست. هو مش برودكاست فعلي، هو مالتي كاست. ده مالتي كاست ادرس معناها اي حد ايه، ها اي حد يرد عليا. طيب كلام جميل، اهو اللي هيحصل بقى يا سيدي كالاتي. ايوه اللي هيحصل كالاتي، امسح ده بقى كده عشان نوفر مساحه، وامسح ده كده. اللي هيحصل كالاتي، المكنه دي وصلتها على الشبكه، هتروح المكنه دي بعت ها سلاك ديسكفري. يا جدعان يا ولاد الحلال، حد في الشبكه دي شغال راوتر؟ حد في الشبكه دي شغال راوتر؟ مين اللي هيرد عليها؟ هل ده هيرد عليها؟ لا. طب ده هيرد عليها؟ ايوه هيرد عليها. هتروح واخده الاي بي اللي رد ده، تشوف السبنت بتاعته كانت كام. فرضا لقت السبنت بتاع الانترفيس ده وليكن كانت الفين واتنين مش عارف تلاتة اف سبعة واحد، لقت الاي بي ادرس بتاع المعلم ده بالشكل ده سلاش 64، لقت الاي بي ادرس بتاع الراوت بتاع الانترفيس ده بالمنظر ده، هتروح واخده السبنت نفسها،
هتروح واخده الصابنه نفسها اللي هي كام 2002 وتروح مستخدمه معاها الاي يو اي بتاع المكنه دي نفسها. يعني ايه؟ يعني هتشوف الماك ادرس اللي هنا اهو، تجيب الماك ده من قفاه وتضيفه على الصابنه وتروح عامله لنفسها او المكنه تعمل لنفسها اي بي في نفس الرينج بتاع الصابنه دي. يبقى كده بقى عندك يونيك اي بي ولا لا؟ كده بقى عندك يونيك اي بي ولا لا؟ بقى عندك يونيك اي بي. طب هل هو اللينك لوكال؟ لا، ده مش اللينك لوكال، ده واخد نفس الصابنت بتاع مين؟ بتاع الانترفيس بتاع الراوتر نفسه. طب وبقيه الاي بي هيجيبه منين؟ قال لك هيجيب الاي يو اي 64 بتاع نفسه، بتاع المكنه نفسها، بتاع السيرفر نفسه، وهوب ويروح حطه لنفسه كاي بي. ساعتها هل يقدر السيرفر ده يتكلم مع الراوتر ده؟ اه خلاص يا عم، ابدا اعمل فورورد للترافيك زي السكينه في الحلاوه. يبقى كده قدر يعمل نفسه اي بي، عرف السبنت بتاعته، وعرف الجيت واي، يقدر يتكلم مع الراوتر. ايوه يقدر يتكلم مع الراوتر من غير اي مشكله اطلاقا. طيب لسه في خازوق، انا قلت لك كل حاجه فيها خازوق، لسه في خازوق عندي. فين الخازوق يا عم؟ قال لك اي مكنه عشان تتكلم مع الانترنت مش هيكون عندها بس اي بي ولا نت ماسك ولا جيت واي، دي لازم لها كمان تكون عارفه معلومه عن الدي ان اس. دي لازم لها، لازم تكون عارفه معلومه عن الدي ان اس. فمشكله السلاك ها انه بيديك او بيخلي المكنه تدي لنفسها اي بي وتدي لنفسها نت ماسك وتدي لنفسها كمان الجيت واي. والجيت واي بيكون هو الجيت واي العنوان بتاع مين؟ بتاع الراوتر اللي بيعمل ديسكفري. والاي بي ها الجيت واي والنت ماسك بيجيبهم من الراوتر الاثنين دول. طب والاي بي بيجيبهم من الاي يو اي 64. طب هيجيب الدي ان اس منين؟ قال لك بس هي دي المشكله، هي دي المشكله. طب عشان يحلوا المشكله ديا، عشان يحلوا المشكله ديا، سمحوا للراوترات اللي موجوده كلها ان هي لما تيجي ترد على السلاك ديسكفري تبعت معاها حاجه اسمها اوبشن دي ان اس او اوبشن اسمه نيم سيرفر. يعني ايه بقى؟ يعني تعالى كده امسح الكلام ده كده وبكل بساطه هديك مثال بسيط. اهو ادا عندي راوتر واصل بيه الجهاز بتاعي، الجهاز ده قام على الشبكه. اه يلا يا عم عايز اي بي، في ستاتيك؟ لا مفيش. طب في دي اتش سي بي؟ مفيش. خلاص روح اعمل ديسكفري على النتورك عن طريق السلاك، شوف فين الراوترات اللي موجوده. ها حد من الراوترات يرد عليا؟ ايوه في راوتر موجود اهو، رد عليه. لما يجي يرد على الراجل ده بعد ما الراجل ده عمل ديسكفري هيديله الاي بي بتاع الانترفيس ده زائد ها اوبشن كده اسمه النيم سيرفر. طبعا انت بتكونفيجر النيم سيرفر ده على الراوتر انترفيس. مثلا هتقول له على الراوتر ده ان النيم سيرفر بتاعك 8888 او ايا كان بقى، لو عندك لوكال دي ان اس ممكن تديله الاي بي بتاعه. يبقى الراجل ده لما جه يعمل ديسكفري قدر ياخد المعلومه كامله ولا لا؟ ها في الحاله دي قدر ياخدها كامله. بس اللي عايز اقوله لك ان بكل بساطه السلاك مش حل التيميت لكل مشاكلك، السلاك مش حل التيميت. اقول لك على خازوق من الخوازيق اللي هتلبسها طول حياتك، السلاك هيديك عنوان الدي ان اس، معنى كده هيكون عندك اي بي وعندك نت ماسك وعندك جيت واي وعندك دي ان اس، هيعرف يتكلم مع الانترنت من غير مشاكل، صح؟ اه انا معاك، انا معاك ان يعرف يتكلم على الانترنت من غير مشاكل. بس هقول لك على سيناريو ابن 60 في 70. بص الراوتر بتاعك ده حد عارف او حد فيكم اشتغل اي بي تليفوني قبل كده؟
حد اشتغل اي بي تليفوني قبل كده؟ ها؟ اي حد فيكم اشتغل اي بي تليفوني قبل كده؟ مفيش اي حد اشتغل اي بي تليفوني صح؟ حلو جدا. مهاب معانا اهو الحمد لله. بص كده يا مهاب، لو عندك هنا تليفون موجود، لو عندك تليفون، التليفون ده كان بيروح يريجستر، لو عندك مثلا الانفراستراكشر بتاعتك سيسكو، كان بيروح لحاجه اسمها سيسكو كوميونيكيشن مانجر او سيسكو يونيفايد كوميونيكيشن مانجر، كان بيروح يريجستر في الكوميونيكيشن مانجر ده ويجيب السيتنج بتاعته منين؟ من السيرفر صح؟ كان بيجيبها عن طريق معلومه اسمها التي اف تي بي، كان بيروح يجيب المعلومات دي من التي اف تي بي سيرفر بتاع مين؟ السيسكو يونيفايد كوميونيكيشن مانجر ده. طب التليفون ده كان بيعرف عن التي اف تي بي منين؟ كان بيعرف المعلومه دي من الدي اتش سي بي. معنى كده ان لو مفيش دي اتش سي بي ايه اللي هيحصل؟ ها وانا بكونفيجر الدي اتش سي بي سيرفر بقول له كده وزع معلومه ها التي اف تي بي للكلاينتس كمان. معنى كده ان لو ما فيش عندك دي اتش سي بي اصلا، لو ما فيش عندك دي اتش سي بي اصلا فانت كده بخ مع السلامه. التليفون ده مش هيعرف يرجستر في مين؟ اهو ادي التليفون اهون، ادي التليفون بتاعك وهنا السيرفر بتاع الكوميونيكيشن مانجر. جس التليفون ده جه يقوم ما لقاش التي اف تي بي او ما عرفش هو فين التي اف تي بي في الحاله دي، هل السيرفر ده، هل السيرفر او اسف هل التليفون ده هيقدر يعرف عن السيرفر ده حاجه؟ هل ده يعرف عنه اي معلومه؟ لا. طب مين اللي كان بيقدر يوفر المعلومات؟ اللي كان بيقدر يوفر المعلومات دي كلها الدي اتش سي بي سيرفر. وانت بتكونفيجر الدي اتش سي بي سيرفر كده بتقول له ايه؟ ها بتقول له يا دي اتش سي بي سيرفر ابعت المعلومة دي للتليفونات، ابعت المعلومة للتليفونات. خلاص ها حد عنده اي مشكلة؟ حد عنده اي مشكلة؟ عشان اخليك تتخيل، عشان اخليك تتخيل ها اللي بيحصل، تعالى كده اوريك جزء كده من الكونفيجريشن، جزء بسيط جدا كده من الكونفيجريشن الاول. بس تعالى اتاكد ان مفيش عندي حاجة هنا كونكتد. ماشي، وهنا برضو مفيش حاجة كونكتد عشان ما افصلش بس الكونكشن. حلو جدا. مفيش حاجه كونكتد برضو هنا. تعالى كده عشان اخليك تتخيل اللي حصل عندي. بص لي كده يا سيدي، انا هوريك عندي دلوقتي، هوريك عندي حاجة كده. SSH-L root لعشرة، عندي سيرفر انا هوريك الحاجات اللي بكونفيجر مع ال DHCP. كان كام؟ ثانية واحدة، أنا أصلا عامل لوج دي هنا. طيب كلام جميل. مللني على سيسكو. حلو جدا. ده لا ده دي الناس. طيب فين يا سيدي؟ فين اهو عندي مكنه دي اتش سي بي اهي، عندي مكنه دي اتش سي بي. خلاص
مثلا بص لي كده، مثلا بص لي كده، بص لي انا عندي صبنة بتاع الاي بي فون زهيا، خلاص شايف الصبنة دي اهي، ده الدي اتش سي بي بالمناسبة، ده الدي اتش سي بي سيتنجز، حلو دي الدي اتش سي بي سيتنجز، حلو ارجع لي بقى كده هنا، بص كده في اوبشنز كده كنت بحطها مع الدي اتش سي بي، راحت فين؟ يا سيدي بص لي كده، لما كان الدي اتش سي بي بيجي يوزع لسيسكو اي بي فونز كان بيديله معاها مين؟ ها كان بيديله معاها ايه؟ اوبشن كده صغير اسمه تي اف تي بي، وصلت؟ فهمت انا عايز اوصل لايه؟ يعني مع الدي اتش سي بي سيرفر وانا بوزع اصلا، وانا بوزع الاي بي بقول له خد المعلومات الزياده دي، خد الدي ان اس وخد التي اف تي بي وخد الان تي بي، خد شويه معلومات كده كتيره قوي. يعني لو مفيش دي اتش سي بي المعلومات الكتيره قوي دي هتعرف تديها له؟ للاسف مفيش اي وسيله تعرف تديها له بيها، مفيش اي وسيله. معنى كده ان انت في الاخر هترجع تتزنق تاني، ها وهترجع لمين؟ هتتزنق تاني وهترجع لمين؟ هترجع للدي اتش سي بي مره تانيه، خلاص؟ السلاك مش الحاجه الرئيسيه بتاعتك، السلاك دي مجرد ورك اراوند، لو ملقاش ها ستاتيك اي بي ولا لقى دي اتش سي بي برضه يقدر يشتغل كورك اراوند، بس مش حاجه رئيسيه عندك يعني. يعني من الاخر انا بقول لك اهو، ما ينفعش تعتمد عليه، ما ينفعش تعتمد عليه، خلاص كده؟ حد عنده اي مشكلة؟ طيب اعتقد ان كده والحمد لله، والحمد لله. ايه اللي حصل؟ احنا كده يعني زي الفل قوي في الاي بي فيرجن 6. طيب اللاب اللي هنعمله دلوقتي، تعال نكونفيجر اي بي فيرجن 6 ما بين مكنة ومكنة تانية، ونحاول نقدر نبنج من ما بين مكانتين مع بعض. تعال كده اللاب اللي هنعمله دلوقتي ايه، نكونفيجر مكانتين كل واحدة ليها اي بي، وتعال ايه نخليهم يتكلموا مع بعض ونشوف هيقدروا يتكلموا ولا لا. تمام كده؟ طيب ماشي، قبل ما نعمل اللاب بس هناخد بريك شويه، لان انا بقي وجعني من كتر الكلام، فايه هاخد بريك كده راحه شويه 5 دقايق ولا حاجه، وبعد كده نرجع نكمل. ماشي، حد عنده اي مشكله؟ ها طيب تمام ماشي، خلاص ناخد بريك ونرجع نكمل ان شاء الله.